لمناقشة آخر التطورات العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، والتي أطلقت عليها تركيا نبع السلام. ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث التركي الأستاذ فراس رضوان أوغلو. مرحبا بك أستاذ فراس. حياكم الله. بداية، ما الهدف الحقيقي للعملية العسكرية التركية في الشمال السوري؟ بالنسبة لتركيا، الهدف الأول تقريبا والأساسي ممكن أن نقول هو إزالة أي شيء محدث للخطر والأمن القومي بالنسبة لتركيا. تركيا ترى أن هذه الميليشيات المرتبطة بميليشيات إرهابية، هذه لا بد من استئصالها أولا. ثانيا، لا يمكن بقاء هذه الميليشيات متفردة في شرق الفرات وكأنها متسيدة المكان، وهذا لن يفيد في الحل السياسي التي ترغب به تركيا في سوريا. ثالثا، الاستفادة الاستراتيجية، يعني أن دولة مثل فرنسا مثلا تريد أيضا استغلال مثل هذا الفصيل المسلح لاستخدامه ضد تركيا، وهذا صعب جدا. لذلك كما يترجم من التركي إلى العربي يقولون لخلود الدولة وبقاء الأمة لابد من استئصال أي خطر وإن كان بالناحية الاستراتيجية بعيد أو قريب. هذه سياسة تركية قديمة جديدة. البعض يقول بأن لتركيا أطماع في الشمال السوري، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ لا أعتقد أن ذلك صحيحا، يعني لأن كل التصريحات في المسؤولين الأتراك واضحين، يعني أن ليس لدينا أطماع، ولكن لا يوجد حلول من الطرف الثاني. يعني أي أعطيني دولة مثلا قدمت حلول تناسب الجميع، لم تعطي. حتى أنهم استقروا على الوضع الحالي وكأنه لا يوجد 3.5 مليون سوري في تركيا، لا يوجد أكثر من 1.5 مليون تقريبا في أوروبا، لا يوجد أكثر من 5 ملايين في الدول المجاورة، في الأردن، في لبنان، في العراق نفسه، في دول الخليج، في مصر، وكأنه لا يوجد شيء. هذا لا غير مقبول أبدا. طبعا تركيا الآن في الحدود الشمالية السورية هي حدودها الجنوبية، ولذلك لن تقبل. الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت تركيا أن تقنعها في بعض الأمور، وهذا أعتقد نجاحا سياسيا. أما أن يكون لديها طمع في الأراضي السورية، لا أعتقد ذلك، لأن تركيا هي مصرة على بقاء الوحدة التراب السوري. أستاذ فراس، كان هنالك الكثير من ردود الفعل حول هذه العملية فور الإعلان عنها، سواء من قبل الأوروبيين أو حتى الأمريكيين. كيف تقرأ هذا الجدل الذي أحدثته هذه العملية العسكرية حتى قبل انطلاقها؟ في عالم السياسة هناك ما يسمى استغلال الظروف أو استفادة منها، لذلك هذه الدول تستغل هذا الظرف في العملية العسكرية لاستفادة منها في أمور مشاريع سياسية أخرى. يعني مثلا أنا أضرب مثال كفرنسا، لأنها هي أكثر دولة ربما تصر على العداوة السياسية الآن مع تركيا، وذلك مثلا لمسألة الخلاف في شرق المتوسط والتنقيب عن الغاز مثلا في تلك المنطقة. إذا لابد استفادة من هذه النقطة. تركيا أيضا تدرك تماما أن فرنسا تريد، التي استقبلت، فرنسا استقبلت قيادات من وحدات حماية الشعب في الإليزي، في قصر الإليزي، هذا خطير بالنسبة لها. هي تريد الاستفادة من هذا المكون الانفصالي العسكري لتأزيم الموقف مع تركيا، لا يريد لتركيا أيضا أن تكبر. الموقف الأمريكي، يعني بالأمس صرح رئيس الأمريكي وهدد بتدمير اقتصاد تركيا، يعني كيف تقرأ الموقف الأمريكي من هذه العملية العسكرية في الشمال السوري؟ الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا السيد ترامب الآن، لأنه هو صاحب التغريدات الغريبة في الحقيقة، يعني في الصباح يقول سأدمر، وفي نفس اليوم قال الشريك المهم، شريك التجاري يصل إلى 100 مليار، وأيضا الحليف الأهم والأقوى تقريبا في الناتو، ويدرك ذلك تماما. هو أعتقد يلعب لعبة الكل رابح، يعني هو يريد أن يربح الداخل الأمريكي أيضا، إظهار نفسه قوي، وأيضا إظهار نفسه المحقق للأرباح اقتصادية للولايات للشعب الأمريكي. ثانيا، لا يريد أن يخسر الولايات التركية، ولذلك هو يعطي أيضا أمور، وأيضا في نفس الوقت هو يقول أنا لم أتخلى عن الأكراد، أيضا هو يريد بقاء بعض قسم من الأكراد لأمور أخرى أعتقد مرتبطة في المنطقة، ولكن في نفس الوقت يريد أن يقول لدول أخرى، إسرائيل، الاتحاد الأوروبي، أنني قادر أن ألعب في تلك المنطقة، وأنا قادر على أن أضغط، والأمور كلها مفاتيحها عندي. وهذا لذلك تجد التصريحات من كل أطراف في الدول الاتحاد الأوروبي، وأيضا من إسرائيل التي أيضا هي لا ترحب أبدا في هذه العملية. استراتيجيا لو نتحدث، كم ستستغرق هذه العملية العسكرية؟ كان لتركيا العديد من العمليات العسكرية المشابهة وكان حسمها سريعا، هل ستكون نبع السلام كالعمليات السابقة؟
يعني الحقيقة إذا كانت هي ستقام على مراحل هذا يعني أنها ستكون طويلة، ولكن كيف ستكون هذه المراحل؟ إضافة إلى أن الحدود طويلة في تلك المسافة، تصل إلى أكثر من 500 كيلومتر على ما أعتقد. أيضا المساحة هي التي تريد تلك، العمق ليس مفيد جدا، لأن في النهاية هناك المناطق السكنية المقاربة مقاربة للحدود التركية، ولكن في الجنوب تبدأ هناك الحقول، وبعد ذلك بعد الحقول تصبح مناطق زراعية، وبعدها ربما الصحراء في 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 سوريا. لكن أنا لا أتوقع أنها ستنتهي بسرعة إلا إذا كانت محدودة ربما في في منطقة القريبة من رأس العين وتل أبيض، لكن الاشتباكات التي اليوم أظهرت توحي أن الجيش التركي بدأ يقصف في مناطق أيضا بعيدة. أتوقع أنها ليست قصيرة، لأن لم يتكلم أحد لا سياسيا من السياسيين ولا حتى من العسكريين أن ربما تستمر 3 شهور أو 4 شهور، حتى هذا لم يتكلم. العملية الآن أصبحت أمرا واقعا، يعني أبديت لنا وجهة نظرك حول الموقف الأمريكي، ماذا عن الموقف الروسي؟ أعتقد أن روسيا تدرك تماما أن الأمر الواقع سيفرض نفسه. أن تكون متواجدة تركيا أفضل بكثير من أن تكون متواجدة الولايات المتحدة الأمريكية. في النهاية هذه القوة العظمى لا أحد يستطيع أن يوقف وجهها، حتى الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت يوما ما أن تخرج من سوريا لا، لمن ستسلم تلك المناطق؟ مستحيل أن تسلمها إلى روسيا أو إيران مثلا، أو حتى في لحكومة دمشق، هي تعتبرهم ليسوا حلفاء ولا حتى أصدقاء نوعا ما. الحل الوحيد هو عبر تركيا، وهذا أعتقد ما تريد منه روسيا، الدخول في العملية السياسية عبر تركيا. ما المكاسب التي يمكن أن تستفيد منها الثورة السورية من هذه العملية العسكرية، خاصة وأن الجيش الوطني يشارك فيها؟ طبعا بعد تشكيل الجيش الوطني طبعا بضغط ممكن نقول من تركيا وهيكلية من الجيش التركي حتى يكون هناك استقرار وليست فصائل، هذا أيضا مهم، هذا سيجعل هناك ورقة قوية بيد تركيا التي تفاوض وتدعم المعارضة السورية، وأيضا في يد المعارضة السورية. هذا سيفرض نفسه في اللجنة الدستورية القادمة مثلا، في المفاوضات مع روسيا، أيضا انتفاء ما يسمى بالفصائل المتعددة، عدم وجود وحدة في الكلام في ناحية المعارضة السورية، وأيضا القضاء أيضا على هذا الجيش الوطني مع تركيا، أيضا القضاء على كافة الإرهاب وليس فقط على اليابيجي وما شابه ذلك، بل أيضا على المتطرفين إن كانوا يمينيين أو يساريين. شكرا جزيلا لكم الأستاذ فراس رضوان أغلو، الكاتب والباحث، حضرت معنا في استوديو الرافدين. شكرا لك أستاذ فراس. شكرا لكم.